يعني يمكن بص على بتاعتي ليه عندك واحده ما انا ما انا بصيت لقيت عشان في حاططها في الجنب كده. لا لا هقول لك عشان انت بتاعتك الشوال بتاعك مكتوب عليه تاريخ الانتاج والصلاحيه ويعني الشوال تقريبا زي ما هو فعجبني قوي عشان كده لفت نظري. لا يعني الشنط دي بنشوف شنط يمكن مش نفس الماتيريال، بتبقى حاجه شبه الخوص كده شويه وبتتباع وبتتباع بارقام غاليه جدا وبتطلع موضه جدا، فيعني حلو ان انتوا عاملين حاجه هدفها اعاده تدوير ولكن هي برضو موضه وبتجذب ناس كتير وبنات كتير هتبقى حابه الموضوع. الحلو فيها ان هي ريحه البن الاخضر باينه فيها. انا عشان بحب ده اقل ريحه نفهم. ايوه بالظبط. بص برضو يعني واضح للساده المشاهدين برضو انا مش شامه بن يا شيخ. لا ده ريحه البن الاخضر. انا شامه حنه. لا لا هو بن حاجه ثانيه. طيب هي اهي زي ما هي كده، ده ظهر ليها او ده جهه يعني من الجهات ودي جهه برضو، والكتابات دي طبعا بتكون الحاجات تبع الاستيراد مثلا تاريخ الصلاحيه نوعه الوزن الحاجات دي كلها. طيب انا عايز اعرف برضو منكم يعني الرحله مشيت معاكم ازاي ان انتوا اصلا تحولوا دي من زي حاجات زي جاربج او مهملات او حاجه زي كده ان انتوا تحولوها اصلا لشنطه او لبرودكت. الرحله مشيت معاكم ازاي؟ برضو اللي عايز يجاوب بيجاوب عشان طيب بص يعني هو احنا الموضوع ابتدى معانا بان احنا ابتدينا نفكر في ديزاينز وابتدينا نبص على انسبيريشنز وابتدينا نشوف احنا عايزين نعمل ايه بالظبط، وبعدين نزلنا نشوف بقى ازاي ننفذ حاجه زي كده. بس انا يعني برضو عن تجربه احب اقول جماعه انزلوا شوفوا ايه الافيلبل الاول وبعد كده صمموا، يعني ما تصمموش من قبل ما تصمموش من قبل ما تعرفوا ايه اللي افيلبل اصلا وايه اللي ممكن يتعمل وايه اللي مش ممكن يتعمل. بس فاحنا عملنا ديزاينز ونزلنا بقى ابتدينا نروح ورش ونقول لهم عايزين نعمل كذا كذا ورش خياطه شنط. يعني كان اللي هو الاول لا ده مش هينفع، ده الابره بتاعت المكنه بتاعتي مش هتنفع، طب هات ابره اتخن مش عارف ايه كده. عايزه الابره التريكو، عايزه الابره التخين. قال لنا طب وليه يا جماعه ما نجيب الخيش اللي هو العادي وبتاع، بس لما لقوا البرودكت طلع مع الوقت عجب يعني لما عجب. وقفنا على ايديهم واللي هو لا هي الشنطه هتطلع كذا، فهم لا ابتدوا هي تبقى لايف تايم على فكره، ان هي يعني الشوال ده او خامته ديوربل قوي يعني يعني بتفضل عايشه فتره كبيره جدا ما يحصلوش حاجه غير لو انت قاصد انك تبوظه. غير كده لا يعني. بس فهم يعني الموضوع كان فيه يعني صعوبات كده كتيره، بس احنا يعني اللي هو بننزل بنشتري الشوال وبعد كده على حسب الديزاين مثلا لو هيتلون، كان برده حاجه من الحاجات اللي بنواجهها في الاول ان الشوال بيفرول، فابتدينا نشوف ازاي ممكن نعالج حاجه زي كده او نقللها على الاقل يعني ان هو ما فبقى بيتحط. انتوا بتشتروهم كمان يعني الناس اصلا المفروض بتتخلص منهم تقريبا او لا بنشتريهم بس هم كميات باسعار رمزيه يعني مش مش يعني مش حاجة غالية يعني عشان هم يعني معظم المحامص بيبيعوهم برضو يعني. بس وبعدين بنشوف لو هندخل الوان يبقى هيتصبغوا، لو والعادي اللي هو اللون الطبيعي هيتعالج، وبنشوف بقى هندخل معاه خامات ايه تاني مثلا. يعني زي ما انت شايف هنا مثلا جلد؟ في جلد بس في جيوب عشان مثلا تشارجر ونوت بوك. من جوه هي متبطنه عشان اللابتوب نفسه بروتكشن، فيها زي طبقه متبطنه حمايه كده يعني امسك كل واحده لوحدها. هي اهي بالظبط كده. دي مسبوغه صح؟ دي مسبوغه، هو نفس الشوال ده بس مسبوغ. حلو قوي. حلوين قوي. طب قولوا لي بتعملوا ايه منتجات تانية من الشوالات، او انا مش عارفه اجمع شوال ايه شوالة. بس شوال بتعملوا ايه تاني؟ شوال وشوال. احنا بدانا بان احنا عايزين نعمل اوفيس سيت عشان كنا بادئين الدراسه وكنا المفروض ان احنا بس نبدا بدري شويه عن الوقت اللي احنا بدانا فيه، فعملنا اول حاجه نجدنا الكرسي المكتب التنجيد كله معمول من شوال، والديزاين بتاعه كله طبعا بتاعنا بالخشب وكل حاجه يعني، بس البارت الشوال كان في القعده وفي الظهر. عملنا برضو جزء من المكتب، عملنا ديزاين لمكتب وخلينا الحته اللي هي اللي بنحط فيها ممكن نوتس او حاجه بين بوردز يعني تبقى معموله من الشوال متنجده من الشوال. وعندنا برضو اللامب بتاعتنا، عملنا اوفيس لامب هي دي صح؟ هي اللذيذ اللي فيها ان هي ممكن تبقى دايركت نور دايركت على قرايه او
نغيرها وتبقى نور يعني جنب الكومود لايت كده اه ديم لايت كده خفيف ابقى ماشي عشان ما اخدش الكومود في رجلي ايوه بالظبط بناخد بالنا بس طيب برضو انا لفت نظري ان انتوا دلوقتي بتقولوا معانا صوره لا انا معلش عايزه اسال سؤال قبل هو ده طيب الحراره بتاعه اللمبه ما تاثرش على الشوال اللي هو اللي جوه ده انه ممكن تلسعه او يحصل حاجه فيه يعني تعمل حريقه هو هي الشوال في العموم اصلا بيستحمل الشمس ولكن مع الحراره الدايركت بتاعه اللايت لازم نستخدم لمض معينه عشان ما يبقاش الحراره دايركت بزياده فيحرق او حاجه بلس ليد لو ليد بالظبط ليد وحفاظ على البيئه برضه من الناحيه الثانيه ايوه بالظبط وبلس كمان يعني في الديزاين نفسه احنا برضه بنبير مايند ان الديستنس حواليها ان هو يكون في مسافه يعني حتى لو طلع حراره ما يبقاش حلو هو باين ان انتوا رافعينها بعيد شويه يعني زي ما يبين على الكاميرا ان هي مش دايركت لازقه في الشويه طيب انا لفت نظري دلوقتي وانتوا بتقولوا ان انتوا بتلفوا تشتروا الشويله فمعنى كده ان انتوا اتجرأتوا يعني اكيد في حد جرأكم او ساعدكم ان انتوا يديكم الفكره انتوا ازاي اصلا تقدروا تنزلوا للمصانع او للمحامص لو انتوا تقولوا انتوا جامعه امريكيه فالمنطقه الصناعيه مثلا في التجمع مثلا اكيد دي الحته